هاني رمزي. يا هاني الكابتن هاني رمزي قائد منتخب مصر وبطل أمم إفريقيا 98. التغطية من هاني رمزي في صباح الخير يا مصر. لماذا يتعامل معه نجوم المنتخب باعتباره الأب الروحي لهذا الجيل؟ وما هي توقعاته ورؤيته الفنية لمباراة مصر والكاميرون؟ وهل استعاد نجوم المنتخب روح الانتصار التي كانت تميز جيله؟ صباح الخير يا مصر، غداً 7:00 صباحاً على قناة مصر الأولى.